الدولة ليش دولة؟ جيش ليش جيش؟ قوات ليش قوات؟ غير يحامي الشعب؟ احنا شو نريد من الشعب؟ الأمان، بس الأمان وخدمات وأمان. لو اكو أمان بصير شغل، لو ماكو أمان شغل ماكو. قوات مشتركة حتى يحامينا احنا سبيتنا بتشو طالعين على المدينة لا شغل لا عمل عايفين جيعاننا هنا بس صباحية نيجي للمغرب ومغرب نرجع من الخوف الداعش مثل ما قرية اليابان هم صار المشكلة بالقرية اليابان حرقوها وقرصالة من شتل بيشمرقة أربعة بيهن داعش موجود بالجبل نخاف على مود هذا هم يصير مثل الهيبان بينا هم نفس الحالة بعدين احنا شو نسوي بالبيوتنا وبالجيعاننا اذا واحد من عندنا راح ورا جبالنا كل داعش الاهل ما يعني ما يقدرون يبقون بالجريه كله رحلوا على المدينه كلهم يعني راحوا مستاجرين بدون اي بيت بدون اي شيء فاحنا نطالب من الحكومه نطالب من القوات الامنيه فيرتبدون فد نقاط يعني المواضيع داعش هنا رحلوا كل اهل المدينه اهل القريه ما باقي ولا بيت فاحنا نطالب من القوات الامنيه سيطرة على المنطقة كلها مو بس قرية كتكة كل المناطق هنا هسه على الخطر يعيشون.